رجعنا من جديد في فاير بلاي نحكيو على السي اس اس. اليوم كانت ندوه صحفيه لتقديم مدرب جديد للنادي صفاقسي المدرب الايطالي ساليناس. زميلي فاضل بوجنيح كان موجود في الندوه هذه وحكي مع ساليناس على اهم اهدافه مع النادي صفاقسي وكلام كبير قالوا على فريق عاصمه الجنوب. Très content d'être ici avec vous. Et je suis fier d'avoir l'opportunité de travailler avec Bianconeri. Le CSS, c'est la Juventus d'Afrique. Et même moi, maintenant, je commence à me sentir CSiste. Je sais que le club il passe par un moment difficile. Je sais qu'il a une crise financière au club, mais quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je suis disponible. J'ai dit tout de suite oui, parce que le CSS ne se refuse pas. Son histoire, son public, la ville de Sfax, so, pour moi, je ne peux pas refuser ça. Et donc j'ai dit oui, je suis disponible et si on trouve un terrain d'attente, je viens à travailler là-bas. L'objectif, on connaît la difficulté des clubs sur le plan financier et on sait que cette saison, on ne peut pas faire de grands investissements et il faut faire avec. Il faut travailler pour trouver des solutions. À toutes les compétitions que nous, on va participer, il faut se battre, il faut chercher de donner notre mieux. Je connais l'Afrique, j'ai entraîné des clubs qui ont joué la Ligue des Champions. Et je suis venu à jouer la Ligue des Champions ici, même contre l'Espérance, deux fois. Une fois avec l'équipe de Sétif, une fois avec l'équipe de Béjaïa. J'ai joué ici la CAF contre l'Étoile. Je connais bien l'Afrique. Je suis venu ici en Tunisie. Je connais les pays parce que je suis venu ici plusieurs fois pour faire des stages. J'ai joué différents matchs amicaux ici. Je répète, je pense dans la difficulté, parce que dans toutes les familles, on a des moments difficiles, non? Mais comment on va sortir de ces moments-là? Main dans la main, avec la solidarité, avec la fraternité. Seulement, si on travaille ensemble, on peut sortir et on peut trouver des solutions. Bon, la préparation, normalement, elle va démarrer samedi 31. On commence et on commence avec une séance par jour et dans la deuxième semaine on commence à faire les bi-quotidiens et à augmenter la charge de travail. في الندوة الصحفية كان موجود أيضا المشرف العام على الفريق غازي الغريري اللي كان موجود أيضا في الندوة الصحفية وحكى على المدرب الجديد وتعيين مدرب جديد للفريق. لا يتم التعاقد مع المدرب الاهداف المرسومه واضحه، معناها ما تنجمش تتكلم في نادي رياضي صفاقسي على غير انك تنافس على الالقاب. نادي صفاقسي هذاك القدر نتاعو، نادي صفاقسي معناها الموسم الماضي توج بكاس تونس، ممكن كان ينجم يعمل افضل. الموسم الجديد يلعب على ثلاثه وجهات، الكاس الكونفدراليه والبطوله والكاس. مدرب اعطيناه المسؤوليه على الفريق الاول والفريق الثاني. مش يكون عنده تحت ذمته ستاف إلارجي، يعني الفريق الأول والفريق الثاني، باش يحط الأفكار متاعه ويحط استراتيجية العمل متاعه على الفريق الأول كما الفريق الثاني. لكن هو باش ياخذ مجموعة متاع لاعبين في الفريق الأول الأفضل اللي عندنا، معناها اللاعبين اللي موجودين من الموسم الماضي، معاهم بعض اللاعبين الشبان، معاهم بعض الانتدابات الموجهة، باش نعملوا فريق معناها جيد قادر انه ينافس بقوه على الالقاب والرهانات اللي موجوده في الموسم الرياضي الجديد. زميلي فاضل بوجناح اللي تبع الندوه الصحفيه هذه كان موجود في الندوه هذه وحكى ايضا مع المدرب الجديد على التحضيرات، هكا كانت اجابته. حسب ما اتفقت مع المدرب العوده للتمارين مش تكون يوم السبت، عنده المدرب اسبوع باش يقيم فيه المجموعه اللي مش تكون على ذمته نتاع الفريق الاول بعد ما شاف في الاسبوع اللي فات الفريق الثاني. عنده فكره توا محترمه مع الاشاره انه المدرب خذا فكره كبيره ياسر على اللاعبين من خلال معاينته الاكثر من 20 مباراه، تبع اللاعبين، يعرف كل الجزئيات، يعرف الرصيد البشري كامل، لكن هو في حاجه باش يشوف قدامه المجموعه على الميدان، المجموعه اللي مش تكون تحت التصرف نتاعو، باش ينجم على ضوءها يحدد المجموعه.
تقريبا غروسو مودو معناها بصفه اجماليه فما اسبوع في صفاقس للتجميع وللتقييم، ومن بعدها مباشره فما تربص اعدادي ب 10 ايام باش المدرب ينجم يشتغل على الجانب البدني وعلى الجانب الفني مع المجموعه نتاعو. في الاثناء يعطينا حاجيات الفريق من الانتدابات، ونسعى باش نعزوا الرصيد البشري بالنقائص اللي مش يحددها المدرب. من الاسئله اللي وقع توجيه للغازي الغري موضوع الافكتيف الموجود في السي اس اس، هكا كانت اجابته. والله المرحله الاولى كما قلت لك تعاقدنا مع مدرب ومع اطار فني، المرحله الثانيه مش نقيموا الرصيد البشري اللي تبقى، تعرفوا الكل انه فما برشا مغادرين مش نشوفوا معناها وضعيه اللاعبين. الاسبوع الاول تقريبا اللي مش ينطلق بدايه من يوم السبت للتجميع وللتقييم على ضوء تقرير المدرب على الرصيد البشري اللي موجود على ذمته واللي مازال متعاقد مع النادي الرياضي الصفاقسي، نشوفوا الحاجيات. اكيد فما انتدابات مش تكون ماش مكثفه، مش تكون موجهه سواء من اللاعبين المحليين او اللاعبين الاجانب حسب حاجيات الفريق وحسب المراكز اللي حدث فيها شغور بعد خروج تقريبا 6 أو 7 لاعبين. ايضا غازي غري يوقع سؤاله على موضوع عمر جمال اللاعب المصري، كيف اللاعب الجابوني ماليك ايفونا شنو مستقبله مع الفريق. غازي غري جاوب كيف على موضوع الاجانب اللي في الفريق، نسمعوا شنو قال. والله شوف اليوم الوضعيه القانونيه لازم ندرسوها جيدا. عمرو جمال تعرفوا تعاقد مع النادي الصفاقسي، عنده عقد. عمرو جمال ما لعبش في النادي الصفاقسي، مشى لمصر عمل الحصه نتاعو بتاع التجنيد. هذا لاعب معناها مسجل في القائمه. عندنا كيف ايفونا مهاجم اللي موجود في القائمه وكذلك معناها السنه الماضيه ما لعبش للاصابه. عندنا كواكو اللي هو متبقي معناها كمسجل كمحترف. عندنا لي دو كاميرا اللي هما معناها تقريبا مسجلين على صنف النخبه، 5 اجانب باش نشوفوا وضعيتهم بصفه قانونيه، باش نشوفوا الديسبونيبيليتي نتاعهم، يعني شكون هم اللاعبين اللي باش يكونوا على ذمه الاطار الفني. واذا عمرو جمال كمل الواجب الخدمه العسكريه في مصر ومازال كما نعرف على ذمه نادي الصفاقسي وعنده الرغبه باش يرجع يواصل النشاط، باش يكون من بين الخيارات نتاع الاطار الفني. واذا غير ذلك النادي الصفاقسي مش يسعى للانتداب محترف اخر في المركز نتاعو او مركز قلب الهجوم. كيف بالنسبه لايفونا نظرا للوضعيه الصحيه نتاعو ونظرا للاصابات المتعدده، نية موجوده لفسخ العقد وتعويضه بمهاجم محترف اخر. شنو مستقبل مهاجم الفريق الاول الدولي التونسي فراس شواط في ظل المشاكل القضائيه والقضايا المرفوعه بين اللاعب والهيئه؟ هكا كانت اجابه المشرف العام للسي اس اس غازي الغلال. فراس شواط مر بظروف صعيبه، نعرفوا كل القصه نتاعو نتاع الاحتراف نتاع العروض اللي جات، العروض اللي مغامرته في ابها، عودته للنادي الصفاقسي، كل هالفتره هذه ما خلتش اللاعب يكون في افضل حالاته. اكيد مر بفتره فراغ، اكيد اللاعب مطالب زاده باش يعمل مجهود باش يرجع للمستوى نتاعو. في كان في الهدوء ندرس وضعيه فراس شواط اللي فيه مصلحه للنادي الرياضي الصفاقسي وللاعب، ان شاء الله معناها نتوصل لاتفاق. اذا اللاعب جاه عرض في قيمته وفي قيمه النادي، الامكانيه وارده للتفريط فيه. اذا اللاعب معناها ما عندوش حاجة رسمية، ما عليه كان يرجع لحظيرة النادي يشتغل يرجع مستواه، لأنه بالمستوى وبالمردود نجم تجيب فرص عروض وتحصل معناها أندية معناها اللي طالب بيك. أما بالمستوى اللي أنت فيه وممكن بالمشاكل ما تنجمش تحصل على حد شيء. دونك هذا كان اهم ما جاء في الندوه الصحفيه للسي اس اس بوجود المشرف العام للفريق غازي الغلاوي، وكيف الكوتش الجديد سايناس بعد انضاء عقده مع الفريق. مشكور زميلنا فاضل ابو جناح على كل هذه التصريحات اللي امنهمنا من الكونفرنس دي بريس. احنا مكملين في فير بلاي حتى للخمسه متاع العشيه، موزيكا الاخبار وبعد راجعين.